مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب المرحلة الثانوية الصف الثاني عشر، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الجغرافيا. درسنا لهذا اليوم مراجعة على درس الحدود السياسية. عزيزي الطالب، ما المقصود بالحدود السياسية؟ ما المقصود بالحدود السياسية؟ نعم، هي الخطوط التي تحدد الأبعاد الجغرافية للدولة ورقعتها المساحية كدولة مستقلة، وتنتهي عند تلك الحدود سيادتها لتبدأ سيادة دولة أخرى ومعترف بها دوليا خلال توقيع اتفاقيات موثقة رسميا بين الدول. عزيزي الطالب، ما الفرق بين الحدود السياسية والتخوم؟ التخوم هي ظاهرة طبيعية تنتمي إلى العصور القديمة والوسطى، ليس لها أساس قانوني. أيضاً التخوم لا يمكن تحركها، وقد تتغير وظيفتها، فقط تتغير وظيفتها. ليه؟ لأنها ظاهرة طبيعية. أما الحدود السياسية فهي خط متفق عليه بين الدولتين، ظاهرة سياسية بشرية، ظاهرة قانونية تستند على المعاهدات الدولية، غير ثابتة تتغير بعد الصراعات والحروب. وضح وظائف الحدود السياسية. هناك الوظيفة القانونية للحد، حماية الإنتاج الاقتصادي، الأمن والحماية. إذن وظائف الحدود السياسية: وظيفة قانونية للحد، حماية الإنتاج الاقتصادي، والأمن والحماية. ما الهدف الأساسي من إنشاء الحدود السياسية؟ نعم، الهدف الأساسي هو حماية الدولة. عدد الاختصاصات المدنية للأمن والحماية للحدود السياسية: إقامة نقاط التفتيش، إقامة مناطق الحجر الصحي، إقامة مناطق الحجر الزراعي، نعم، لمراقبة ومنع دخول الأفراد والبضائع التي تهدد أمن الدولة. بما تفسر: تعد الجبال من أفضل الظاهرات الطبيعية المستخدمة لترسيم الحدود. نعم، فالجبال ظاهرة طبيعية ثابتة تشكل خطوط دفاعية قوية يمكن استغلالها لإقامة التحصينات ومراقبة الحدود. أيضا تميز الجبال بوعورتها، فهي مناطق قليلة السكان وتكون عائقا أمام البشر. لماذا تعد الجبال من التحصينات الطبيعية الثابتة؟ لأن الجبال ثابتة لا تتحرك، فيمكن إقامة التحصينات الدفاعية. وضح عيوب الحدود الجبلية. وضح عيوب الحدود الجبلية: واحد، العزلة الثقافية والحضارية لبعض الجماعات التي تسكن الجبال، إعاقة حركة الهجرة الفصلية لبعض الرعاة في المناطق الجبلية. تعترض عملية ترسيم الحدود في المناطق الجبلية مشكلات تعيينها. قارن بين إيجابيات وسلبيات الحدود النهرية. أولاً، إيجابيات الحدود النهرية:
تمثل ملامح طبيعية واضحة على سطح الأرض، توفر خط دفاع ومانع مائي يصعب على الجيوش اجتيازه، تصلح مجاري الأنهار الوسطى والدنيا لتكون حد سياسي. أما عن سلبيات الحدود النهرية، تميز بعدم الاستقرار لتغيير مجاريها نتيجة النحت والإرساب، الأجزاء العليا من النهر غير صالحة كحدود لتعدد روافده في المناطق المرتفعة، صعوبة تحديد الحد الفاصل في النهر، أذكر طرق تحديد الطرق النهرية، تلتزم الحدود بإحدى ضفتي النهر، تلتزم الحدود بخط المنتصف أي الوسط، تلتزم الحدود بخط العمق الملاحي. قارن بين المنطقة الاقتصادية الخالصة ومنطقة أعالي البحار. المنطقة الاقتصادية الخالصة تمتد إلى 200 ميل بحري من خط الأساس، وتمارس فيها الدولة سيادتها لاستغلال الثروات. أما أعالي البحار فهي تمتد خارج حدود النطاقات السابقة الملاحقة السابقة تمتد خارج الحدود النطاقات السابقة الملاحة فيها حق للجميع، وثروتها متاحة لمن يستطيع. عزيزي الطالب، وصلنا إلى الغلق الختامي للدرس. يمكنك عن طريق قارئ البركود الدخول والإجابة عن أسئلة الغلق. أشكركم وإلى لقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.